In the Syrian war, Abu Muhannad has lost everything. His home, his health, his ability to work. His children have lost their entire childhoods. They live in flimsy tents that offer little protection in winter or against the scorching sun of summer, and suffer in ways nobody should. Abu Muhannad longs for a better life, one where he can provide for his family, keep them safe, for his children to go to school and their laughter to fill their home. رحلة النزوح بلشت معنا من أول ما بلش الحرب بسوريا بال 2011. اعتقلنا النظام وتهجرنا من درعا للشام. فبالشام تهجرنا 3-4 مرات، من الغوطة الشرقية للغوطة الغربية لمدينة مخيم اليرموك، وبعدها تهجرنا من الشام لريف حلب الشمالي. وكانت أمورنا قبل الحرب الحمد لله عايشين بعز وجاه وأمورنا تمام. فبالحرب فقدت رجلي، طلق ناري، يعني صارت أثرت شوي علي الإصابة، لأني ما عاد مثل أول أنه أشتغل على حريتي أو أقدر أصرف على عيلتي أو أقدر أقوم بأعمالي اليومية، لأنه مو مثل أول العيشة. يعني هنا بتعرف خيام وعيشة بدائية، يعني رجعنا لأول العصر الحجري، بدك خشب وبدك مسامير وهالشاكوش، وعم نفصل أول بأول مشان مشي أمورنا ولله الحمد. عشت أول بأول كبدائية، يعني صارت العالم تجرحني يعني بالكلام، أنت عاجز شو بدك تشتغل؟ البيت عندك كل شيء فيه، الخيمة ما فيها بس بتقويك للنوم بس، يعني حيشاكم من الطاري، التواليت بعيد عنها، بدك تعبي مي بعيد عن الخيمة، كثير بأثر. أول شيء الخيمة، نشمل موضوع الخيمة، الخيمة إذا كان مطر بجوز تطوف عليك الخيمة وتشيل الخيمة وتشيل العيلة كاملة. يعني الأمان، الأمان بالله عز وجل، بتلاقيها أنه في عارف أنه ما راح تقدر تسحب المي العمار المعمر، أحيانا الليرة مو موفرة، فبتحرقني بقلبي أنه ماني قادر أعطيه لأبني ليرة. أني ما في دخل أنك تأمن لأبنك متطلباته، يعني دراسة ما عم يدرسوا مثل أولاد الثانيين. ليش؟ لأنه ما في نأمن لهم لا دفاتر ولا كتب ولا نأمن لهم متطلبات الدراسة كاملة. لباس ما عم تأمن للطفل، وضع تعبان سيء لدرجة وما عم تقدر إنك تأمن للطفل أي شيء. يعني إذا من العيد للعيد اشترينا لهم أواعي بنقول الحمد لله نعمة، لأنه معيشة غالية. يعني أحياناً من العيد للعيد لا نجيب لهم، بالحطب بالورق والأواعي اللي بتخرب مشان شو يحطها الواحد للشتوية، لأن الشتوية قاسية، بمشي أمورك، بدك تدفي ولادك، لأنه إذا مرض الولد مصيبة، لا في مستوصف قريب علينا ولا في عيادات قريبة علينا، يعني منطقة شوفت عينك أنه بعيدين عن كل شيء. Abu Muhannad and his family will soon be moving into a house built through our Syria housing project, but there are thousands of families still living without a place to call home, struggling in the freezing winters and the baking summers. You can build a safe, long-lasting home for a Syrian family. Your donation will offer hope, protection and mercy in these difficult times, and remind our Syrian brothers and sisters that they are not alone. Trust us with your mercy this Ramadan.